عرفنا على نفسك. انا اسمي عيسى طالب هندسه برمجيات وحاسب، درست ولايه نبراسكا في امريكا. ما شاء الله. طبعا للي ما يعرف جيسس من الستة اللي طيحوا جوجل في فيتنام، صحيح جوجل فيتنام. صحيح. ممتاز. المدة كم؟ والله تقريبا ربع ساعة تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كلمنا كيف بديت بعالم الهاكينج والهكر والأشياء؟ والله بالنسبة للبداية يعني البداية صراحة كانت بالصدفة، ما كان عندي أي نية أدخل عالم الهكر. حلو. لكن لما كنت بأمريكا تعرضت على شخص فيتنامي اسمه راين، كان هكر، كان 24 ساعة على الكمبيوتر، فكان عندي فضول أعرف شو يسوي على الكمبيوتر، فمن ذاك الوقت وانا اتعلم. ما شاء الله. طب شغلك فردي صحيح؟ لا لا لا، مع سكواد، مع رايد. ممتاز. طيب ايش عندك لنا اليوم؟ اليوم عندنا العيون باندا، مفاجاه بسيطه هنا. ممتاز. راح تعجبكم ان شاء الله، تفاجئ. يا لب عيون. طبعا هذه قناة روسيا اليوم، والله انك بطل قسم بالله. لا لبيسه شو 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 من اعطيتي يا جدي بني جاك دانيلز قلبي ده سيبور قرأت كلوبني ديب. هلا مثل ما شايف في الكلام هذا حلو طارع دم مليح طبعا باللغة الروسية، فعدل على الكلام هذا وراح نشوف كيف يصل. طيب ممتاز عدل. طب طب صوت طب صوت. طيب con Irán, el Ministerio de Exteriores del país ha pedido a la misión diplomática de Irán abandonar el país durante las próximas 48 horas. Ha declarado el canciller saudí socava la seguridad de Arabia Saudita y ya se ha dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque contra su embajada en Teherán. كل اللي راح هذا ولا شيء، الآن جاء شيء المهم وحش، وأنا كسعودي وكعربي لازم أحط وصف. ونعم والله ونعم. الله عليه والله انك وحش، قسم بالله انك وحش. ما شاء الله عليك، لا اله الا الله. اذكر والله يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله. تكفى تكفى جيسس، حط حط شعري تكفى. لا وين صح تكفى والله، حط شعري. ما عندي ما عندي شعر، تعلمت وانا والله عندي عندي باليوس ذاك الشعار، شوف فوق الطاوله فوق الطاوله. ايوه تكفى حطه كأنه شعار قناة، فهمت علاش؟ طيب طيب. جيسس ترى كبير كبير. عارف عارف ما عليك، العب في الشغل. كفى والله. ثوبته الكبير. ما عليك يا اخوي. ايوه وحش. حطه حطه فوق، تكفى حطه فوق كأنه قناة، فهمت علاش؟ فوق يمين. اي يمين تكفى. ترى بلوصه. عارف عارف. والله انك وحش، والله انك بطل. اي والله ما شاء الله.